طيب شيخي، محور آخر، البنوك الإسلامية مثل ما تفضلتم وذكر كذلك في النبذة في البداية، تاريخها يعني قريب الأمد، نعم يعني من القرن الماضي، الربع الثاني من القرن الماضي تقريبا. نعم وفي عمان هو مثل ما ذكر 3 سنوات أو 4 سنوات فقط. هناك تحديات كبيرة جدا تواجه هذه البنوك الإسلامية، يعني من ضمنها مثلا يعني كثير من المسلمين لا يبالون مسألة أكل الربا، يعني لا يبالون بأخذ هذه المنتجات من البنوك الربوية والتعامل معها لحاجات معينة ولرغائب معينة. ما خطر هذه التحديات على البنوك الإسلامية؟ هو في الحقيقة مشكلتنا الكبيرة ليست مع الأفراد وإنما مع الشركات، لأن الأفراد بسبب الحس الإيماني كما قلت هم يكرهون الربا ويبتعدون عن الربا ويجاهدون أنفسهم من أجل البقاء على حكم الله عز وجل. نعم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى استثمارات الأفراد قليلة، يعني ربما 1000 فرد لا يتمول ما تتموله شركة واحدة صحيح. التي تتمول بالملايين. نعم. إلا أن الشركات أو كثير من الشركات لا تبالي بالحلال والحرام، وأمام حبها للمال وتطلعها إلى الملايين تتناسى المبادئ وتتناسى الوقوف بين يدي الله عز وجل غدا يوم القيامة، فيلهيها حب المال والتلهف إلى المال عن أن هذا المال لن ينفعها شيء أمام الله عز وجل. لذلك أرباب الأموال أصحاب الشركات الكبرى هم معنيون بالمقام الأول أن يطهروا شركاتهم ومؤسساتهم من الربا، وأن يبحثوا عن البديل والبديل موجود. فإذا هذا هو أكبر تحدي، كيف يقتنع أصحاب رؤوس الأموال أصحاب الشركات من خطورة ما هم سائرون فيه من الإنجرار إلى أو حال الربا، وبذلك يفقدون دينهم ويفقدون البركة ويفقدون كثير من المعاني المعنوية والمادية التي تتحقق لهم في ظل التزامهم بدينهم الحنيف. فهذه من أعظم التحديات التي ينبغي أن يتعاون الجميع، وكل من لديه يعني كل من لديه علاقة أو لديه قرب من أصحاب القرار ينبغي أن يضغط لاتخاذ القرار الصحيح من أجل تجنيب الشركات الوقوع في الربا. هناك طبعا تحديات كثيرة، تحديات النظام العالمي وقوانين العالمية، تحديات إيجاد البديل. من هذه التحديات أن بعض العاملين حتى في المصارف الإسلامية لديهم عقلية ربوية ويرفضون التخلي من هذه العقلية الربوية، دخلوا لهذا المجال بفكرهم السابق والواجب عليهم أن يعملوا تنظيفا لعقولهم من هذه الرواسب السيئة، وأن يتعلموا دينهم واقتصادهم وما هي الفروق الحقيقية بين النظام الرأسمالي الربوي وبين النظام الإسلامي. نعم. ويكون لديهم تحمس، يعني بعض الناس هو ينظر إليها على أنها وظيفة يقوم بها، اليوم يعمل في بنك إسلامي غدا في بنك ربوي لا يهمه كثيرا، وفي الحقيقة هذا خلل، هذا دين. يجب كل من يعمل في مجال الصرف الإسلامية من مؤسسي البنوك الإسلامية، الجمعيات العمومية، من مجالس الإدارة، المجالس التنفيذية، مديرو العموم، الموظفون، الجميع يحمل عقلية صحيحة وحب ورغبة وتشجع، لأن هذا عمل متكامل. هي ليس المسألة مسألة فتاوى أو مسألة قرارات شرعية، هي مسألة قناعات لدى الأمة. فهذا تحدي، كيف نستطيع أن نصنع جيلا ناضيا عاقلا محبا لدينه حريصا على تطبيق تعاليم الدين في كل جوانب الحياة. فهذا من التحديات في الحقيقة التي تواجه الصيرفة الإسلامية. إذا نحتاج تفقه إذن شيخي أكيد. يعني كل هذه الفئات التي ذكرتها الحاجة إلى تفقه في مسألة يعني علم البنوك الإسلامية، علم الصيرفة الإسلامية، تحتاج إلى تفقه وتحتاج إلى ديانة. يعني يكون إنسان له دين وينطلق بدينه ويهمه دينه، ولا يكون فقط يفكر في المال أو في الحصول على المناصب أو على راتب جيد. نعم. دينه يكون مهما لديه، فهذا يعني يمثل تحديا كبيرا،
ولكن في الحقيقة كما قلت أنا في عمان ما زلت أعيد وأكرر بأنني مستبشر كثيرا نظرا لطبيعة العمانيين على ما طبعهم الله عليهم من ديانة ومن أخلاق، فهذه في الحقيقة تعيننا بإذن الله عز وجل على تجاوز الكثير من الصعوبات.